لا أعتقد أبدا أن يغير ذلك شيء. المواجهة ارتفع مستواها، الإرادة الأمريكية الآن أصبحت أكثر قوة باعتبار أن هناك دفع شعبي أمريكي ورسمي مؤسساتي للإدارة الأمريكية بالقيام بفعل معين. إذا هي أقرب ما يسمى إلى الفرصة السانحة للإدارة الأمريكية. أما أن تبقى تهدد وتوعد في العملية، لا تقف نهاية الوعد والوعيد. أما نقطتين أساسيتين يتوفران، أولهما أن ترضخ الجانب الإيراني إلى مطالب أو الرؤى الإيرانية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي ممكن أن تهدئ الأمور باعتبار أنها قد جنت ما تريده من التصعيد أمريكا أساسا. وإذا خلال ذلك إيران لم تأتي كما تتمنى أمريكا وتشتهي وتبقى في موقفها المتضادد، أعتقد أن أمريكا ماضية في برنامجها لاستهداف الفصائل المسلحة، باعتبار أن الفصائل المسلحة هي القوة الفاعلة أو هي السبب الأساسي لفاعلية إيران في العراق وفي المنطقة. وبالتالي أعتقد، أنا دائما أكرر، واليوم قبل لحظات نشرت موضوع في هذا الاتجاه ناصحا للفصائل المسلحة، قلت لهم أنكم حطب نار لا ناقة لكم فيها ولا جمل ولا العراق، ولكن لإيران حصرا ولأمريكا حصرا. وبالتالي أتوقع كل الذي توقعناه، وكما قال زميلي قبل قليل، التوقعات هي محل معرفة عند أصدق متابع وليس بحاجة أن يكون محل استراتيجي، لأن التصعيد سيلد إلى هذه النتيجة. إذا أعتقد أمريكا ماضية في برنامجها بضغطها، أما أن ترضخ الجانب الإيراني لأمريكا، واما تمضي امريكا في عملياتها العسكريه ضد الفصائل لترضخ ايران بجراء اضعاف والقضاء او تحييد فعاليه هذه الفصائل. نعم.